للعلا يا موطني أرض العدالة والفخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصبحكم الله بكل خير وصحة وعافية. حلقة جديدة من الصباح رباح نواكب فيها عدد من الموضوعات والفعاليات المختلفة، وبدايتنا دائما مع أبرز العناوين. المرأة القطرية ودورها في مجال العمل التطوعي. دورة التحويلات النقدية في حالة الطوارئ. ومن ضمن فقرات اليوم متابعينا الكرام تتابعون أيضا، سويسرا تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و 11 عاما بلقاح فايزر. بايكونور الكازاخستانية مقر قاعدة الفضاء الروسية. من عناوين الحلقة خلونا نتعرف على سؤالنا التفاعلي لليوم، ما هي هوايتك المفضلة وكيف تنميها؟ راح نستعرض مشاركاتكم الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الريان، من خلالها تقدرون تتواصلون معنا لأي اقتراح من خلال إيميل البرنامج أو عبر هاشتاج برنامج الصباح رباح. لكن الحين خلونا نتعرف على النشرة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم.
والحين مشاهدينا مستمعينا الكرام راح ناخذكم في جولتنا المعتادة بين صفحات جرائدنا الصادرة لهذا اليوم وأبرز ما جاء فيها من أخبار مع زميلنا حمزة الآغا. نبدأ جولتنا بصحيفة الراية. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي واستعرض معه علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين. من جانب آخر بعث سموه رسالة خطية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتوطيدها. كما بعث سموه برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ وفيق مبارك الحمد المبارك الصباح. صاحب السمو أصدر قرارا أميريا بتعيين سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيسا لمجلس إدارة هيئة الأسواق المالية. انطلاق فعاليات مهرجان دريشة للفنون الأدائية الذي تستضيفه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالشراكة مع وزارة الثقافة واللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني وصندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية دعم. مركز الإنماء الاجتماعي نماء يكرم خريجي الدفعة الأولى من النسخة الرابعة لبرنامج تطوير الرياديين الاجتماعيين صواري الذي نظم بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا. ننتقل إلى صحيفة الشرق. جامعة قطر تتيح للطلبة تغيير تخصصاتهم الرئيسية والفرعية وفقا لعدد من الشروط والضوابط. متقاعدون عقب إطلاق رواد بجمعية الكشافة القطرية مبادرة العمل التطوعي، هذه المبادرة حياة جديدة لنا. معرض ترابط الذي يحتفي باليوم الوطني ينطلق غدا في جاليري إيوان القصار بمشاركة 21 فنانا. جلسة حول إبداعات الشباب الفنية في مكتبة قطر الوطنية. ننتقل إلى صحيفة العرب. إعادة انتخاب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيسا للجنة الأولمبية القطرية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكرم المكاتب الفائزة بتصميم مشاريع وقف جبل ثعيلب بمنطقة لوسيل. 6 متأهلين إلى نهائي الطلع في بطولة اليوم الوطني للصقور وإعلان الفائزين في مسابقتي الصقار الصغير والصقار الواعد. مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خطط لافتتاح مراكز صحية جديدة. ننتقل إلى صحيفة الوطن. دار التقويم القطري شهب التوأميات تسطع في سماء قطر غدا. 405,000 ريال مساعدات جاسم وحمد بن جاسم الخيرية خلال نوفمبر الماضي طالت عددا من الفئات المحتاجة داخل قطر. بدء فعاليات احتفالات اليوم الوطني التي أطلقتها اللجنة المنظمة في مؤسسة قطر. وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إطلاق معرض قطر في عيون طلابها اليوم تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني. نختتم جولتنا بصحيفة لوسيل. افتتاح معرض هي للأزياء العربية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة قطر وبنك قطر الوطني. اختتام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للثانوية العامة. المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية يستضيف مؤتمر الجمعية الأمريكية للعلاج الإكلينيكي للأورام. وها كانت هذه أخبارنا المحلية، ننتقل معكم إلى أخبار من حول العالم وموضوع سويسرا تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 عاما بلقاح بايزر. نشاهد. Thank you.
وإلى موضوع آخر أيضا من حول العالم، بايوكونور الكازاخستانية مقر قاعدة الفضاء الروسية تأمل الانطلاق نحو مستقبل سياحي. أيضا نشاهد تنتشر نسخ ومجسمات عن صواريخ وتماثيل نصفية وأخرى مكتملة لأبطال غزو الفضاء في مدينة بايكونور الكازاخستانية التي تضم المركز الفضائي الروسي الشهير، فيما تزين مبانيها رسوم جدارية تمثل مركبات فضائية في مشهد يهيمن فيه عالم الفضاء بوضوح على الشوارع المكسوة بالثلوج. لكن مدينة بايكونور التي استأجرت موسكو أراضيها كما محطة الفضاء التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا منها مهددة بالانهيار، وتتطلع إلى انتعاش مستقبلي يمكن أن يكون للسياحة فيه دور محوري. تأسست مدينة بايكونور العام 1955 على ضفاف نهر سيرداريا، وكانت تتكون في الأصل من مجمعات سكنية بسيطة تؤوي العمال الذين تولوا تحت جنح السرية التامة بناء قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية. وانطلاقا من قاعدة الفضاء هذه، حقق الاتحاد السوفيتي أبرز إنجازاته في السباق إلى الفضاء، كإرسال أول قمر اصطناعي هو سبوتنيك، وأول رائد فضاء هو يوري جاجارين، وأول رائدة فضاء هي فالنتينا تيريشكوفا. وتتقاضى كازاخستان مبالغ طائلة نظير تأجيرها بايكونور وقاعدتها الفضائية لروسيا بموجب عقد سار إلى سنة 2050، ولا تزال المدينة واقتصادها يستفيدان من عمليات الإطلاق المنتظمة التي تجريها وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس. فقرات مواضيع الصباح رباح مستمرة معاكم من بعد الفاصل، خلكم ويانا. الدومينيكا دولة جزرية تقع في البحر الكاريبي، تتكلم فيها النساء لغة تختلف عن لغة الرجال، ويعود السبب في ذلك إلى إبادة قبائل الكاريبي لرجال قبائل الأرواك في الماضي والاستحواذ على نسائهم اللواتي حافظن على لغتهن الأصلية. مشاهدينا مستمعينا الأعزاء، أرحب فيكم من جديد. اختتم الهلال الأحمر القطري دورة التحويلات النقدية في حالة الطوارئ اللي استضافها على مدى 9 أيام، خلونا نشاهد. اختتم الهلال الأحمر القطري دورة التحويلات النقدية في حالات الطوارئ التي استضافها بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي قدمها على مدار 9 أيام متواصلة 24 مشاركا من جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر من مختلف الدول والممثلين الإقليميين. تهدف الدورة إلى تطوير وتعزيز المهارات التقنية حول المساعدة النقدية والقسائم بين فرق العمليات والخدمات الداعمة ضمن الجمعيات الوطنية وسكرتارية الاتحاد الدولي، كما تعمل على زيادة عدد قادة الفرق المدربين للاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك تماشيا مع طموحات الاتحاد الدولي. هذا وقد كرم الهلال الأحمر القطري المشاركين في الدورة التدريبية من خلال حفل لتوزيع الشهادات حضره ممثلون إقليميون من الاتحادات الدولية والجمعيات الخيرية.
ما زلنا في سياق نفس الموضوع. استطاعت المرأة القطرية أن تثبت جدارتها في مجال العمل التطوعي، واستطاعت أيضا أن توفق بين عملها التطوعي من جهة ومهنتها وأسرتها من جهة أخرى. ضيفتنا اليوم هي إحدى رائدات العمل التطوعي في دولة قطر، الأستاذة وجدة القحطاني. صبحك الله بالخير أختي العزيزة وجدة. يا صباح النور والعافية إن شاء الله. حياك الله معنا في برنامج الصباح رباح. الله يسعدك، حياكم الله وحيا الله جميع مشاهدينا. الله يحييك. مثل ما احنا عارفين ان العمل التطوعي هو من احدى المهن اللي ما لها لا مردود مالي ولا بدون مقابل، خدمة مجانية تقدم من قبل الشخص بتفانيه وإيثار الأشخاص الآخرين على نفسه. في البداية وجدة، حابين نتكلم عن رحلة العمل التطوعي بالنسبة لك، وشلون بدأ وشلون كانت بداياتك معه؟ طبعا أنا أول شيء يعني أحب أقول إن كل إنسان فيه بذرة خير، والحمد لله رب العالمين أهل قطر كلهم فيهم خير. فأنا بديت عملي تطوع وأنا للحين طالبة في الجامعة. كنت وايد أحب أشارك في المهرجانات التطوعية، الأعمال الخيرية، فبديت من داخل الجامعة وبعدين انطرقت لبرا. نعم. صراحة يعني أشكر دكتور سيف الحجري، هو أول إنسان خلاني أطلع على مجال التطوع خارج نطاق الجامعة. نعم. ومن هنا ابتدى مشواري، بديت مع الهلال الأحمر، بعدين مع قطر التطوعي، بعدين مع مؤسسات وهيئات الدولة كلها. يعني الحمد لله صار عندي خبرة، فبديت أتطوع مع كل حد حسب المتطلبات اللي هم يحتاجونها. يعني جميل. تم تكريمك اتوقع من قبل فتره كأحد رواد العمل التطوعي، كلمنا عن هذا التكريم. طبعا ولله الحمد والمنه، تم تكريمنا في الكشافه القطري كرواد للعمل التطوعي. نعم. انا صراحه ومجموعه كبيره من رواد العمل التطوعي في دولة قطر، سواء كانت على المستوى داخل قطر أو خارج قطر، وكنت سعيدة جدا صراحة، لأن كل الناس اللي تكرموا معي هم بعد يعني أنا تعلمت منهم الشيء الكثير واستفدت منهم ومن تجاربهم التطوعية، وكان تكريم يعني جدا رائع ولفتة حلوة منهم أنهم يعني لازالوا يتذكروننا من بداياتنا لحد الحين. يعني نعم، أنت مثلا ما بعرف أختي وجدة أن العمل التطوعي أكيد هناك في تحديات، خاصة أن احنا في بيئة محافظة، في يعني مثل ما تقولين تسيسنا العادات والتقاليد، في خاصة في هاي. كمرأة قطرية اليوم شلون واجهتي هاي التحديات؟ شوفي، في بداية عملي التطوع صراحة يعني حتى أهلي كانوا شوي يعني نوعا ما يعني مش متقبلين. تعرفين كمرأة قطرية وتطلعين مجال تطوع وتروحين مرة مع الهلال الأحمر، مرة مع قطر التطوعي، مرة داخل مستشفى، مرة برا مستشفى، فكان شوي يعني نوعا ما غير متقبل. يعني مش إنهم رافضين رفض نهائي، ولكن كان في نوع مثل ما قلتي من العادات والتقاليد والخوف من التغيير. إيه؟ والخوف على البنت نفسها. البنت نفسها. نعم. شوي شوي لما بديت أدخل أكثر في مجال التطوع ودخلت معي إخواني، يعني إخواني ما شاء الله عليهم كلهم متطوعين قدامى، يعني حتى أرويهم صورهم وهم صغار يوم كانوا يتطوعون معي. نعم. من يوم هم صغار هني شوي بدأ في نوع من القبول، وبعدين صار هذا القبول حافز وتشجيع من الأهل نفسهم، صاروا هم اللي يدعمونك على أساس. يعني صاروا خلاص متقبلين، حلو، الله راحت اليوم هناك، سويت خير مع الناس، سويت خير حق هذولي، فصاروا حتى الأهل نفسهم يعني متقبلين لهالشيء. نعم. وجدت تطوعتي خارج البلاد؟ اي الحمد لله. كم من تطوعاتك الخارجية؟ تطوعت طبعا، كان لي مشاركات كثيرة، كان لي مشاركة جدا رائعة وجميلة، أنا أعتبرها تجربة وايد حلوة مع قطر الخيرية. رحت النيجر، ساهمنا، كان في هناك مشروع قطر الخير. نعم. دوحة الخير، فكانت مشاركة جدا رائعة، ان انت تشوفين الناس هذولي اشكتهم محتاجين يد العون، سواء من الناحية التعليمية، سواء من الناحية الصحية، سواء من الناحية المعيشية، فحلو ان انت تلامسين ارض الواقع. نعم. بعد كان لي تجارب ثانية مع اللاجئين السوريين في لبنان،
كنت لمدة 3 أيام أقدم لهم مجموعة من الدورات. الحمد لله يعني كان عندي مشاركات كثيرة في الخارج، مصر، السودان، الحمد لله رب العالمين. يعني تعلمت أشياء كثيرة، يعني العمل التطوعي لما تنزلين أرض الميدان تتعلمين أكثر وأكثر من 1000 محاضرة هي تنقالك. نعم، في الكثير من الفتيات وخاصة النساء الإقطاريات حابين مثلا أنهم يتطوعون اليوم وجدة، شنو نقول لهم وما هي تعمل العمل التطوعي؟ أنا مثلا لنيت أنا حابة أن أنا أتطوع، أتطوع في إيش مثلا؟ شنو هي المهام اللي أنا أقدر أقوم فيها كمرأة؟ طبعا أول شيء أنا أشد على يد كل بنت إقطارية عندها حب للعمل التطوعي، أقول لها يعني لا تترددين ثانية. العمل التطوعي هو كل اللي محتاجة منك أن يكون عندك رغبة داخلية أن أنت فعلا تتطوعين. وين تتطوعين وشنو ممكن تقدمين بعد هذا يعتمد على الشخص نفسه. في ناس تقدر تقدم أشياء كثيرة. نعم. يعني أنا لما بديت مشروعي، مشروع المتطوع الصغير، الناس كلهم كانوا يضحكون يقولون أطفال شو يقدرون يقدمون؟ قلت لهم لا، ترى الأطفال عندهم طاقة ويقدرون يقدمون. نعم. ويسوون أشياء كثيرة. فلما مثل ما قلت لك كانت تجربتي الأولى مع أخواني، دخلتهم وهم صغار. نعم. كانوا هم اللي يساعدون ذوي الاحتياجات الخاصة، هم اللي يجزون لهم الكراسي، هم اللي يبون لهم الأكل، هم برغبة منهم، رغبة داخلية. صحيح. فالمرأة القطرية أنت شنو مجالك؟ هل مجالك مع مسنين؟ هل مجالك مع أطفال؟ هل مجالك تعليمي، صحي، نفسي؟ نفسي. أنت وين تحسين نفسك، تلقين نفسك في أي عمل أنت تقدرين تبدعين فيه؟ نعم. ابدعي فيه. نعم. لا تنتظرين أن أنت حد يقولك تعالي شاركي معنا. نعم. بادري، كوني مبادرة وانطلقي. وبالعكس كل مكان يرحب بالمتطوعين. نعم. سواء كان يعني مركز خاص للتطوع أو حتى برا. يعني اليوم احنا نحضر كأس العالم. صحيح. فكأس العرب، فتشوفين المتطوعين اللي موجودين ما شاء الله وايد من بناتنا في أرض الميدان. أقول لهم أنا فخورة فيكم صراحة ما شاء الله، وفخورة في الشباب اللي موجودين، لأن فعلا يعني قطر تستاهل إن احنا نتطوع لها فعلا. وهاي الشيء لمسناه في أكثر من عمل تطوعي وجيدة، خاصة في فترة الكورونا وفترة الإجراءات الاحترازية اللي كانت مجبرة الدولة باتخاذها. شفنا عدد كبير، ونرفع لهم التحية والسلام لكل متطوع كان موجود في ذيك الفترة، خاصة أن احنا كنا كجمهور أو كمتواجدين في أماكن معينة، احنا نبي نتساءل أو نبي نسأل حد ما شاء الله اللهم يكونوا موجودين، يعني سواء من رجال سواء من نساء في ذيك الفترة. أنا يعني أقول لهم الله يعطيهم العافية. أكيد تجربة العمل التطوعي غيرت شخصية وجيدة كإنسان وكامرأة إقطارية، كلمينا عن هذا التغيير خاصة في شخصيتك. هو عموما العمل التطوعي مو بس يغير في وجيدة، هو يغير في أي إنسان راح يدخل مجال التطوع، راح يشوف إنه هو راح يتعلم أشياء كثيرة في حياته التطوعية. يعني مثل ما قلت لك لما ينزل أرض الميدان يصير عنده خبرة، يصير عنده حسن تدبير. نعم. يكون علاقات اجتماعية واسعة، لأنه راح يشتغل مع ذي ومع ذي ومع ذي ومع ذي، راح يتعرف على ناس ويتعلم من هالناس اللي موجودين، فيصير عنده قاعدة بيانات، قاعدة خبرات، قاعدة. نعم. أشياء كثيرة تتغير في حياته وفي شخصيته. نعم. فأنا من الناس اللي وايد صراحة تعلمت، تغيرت شخصيتي، صار عندي ثقة في نفسي أكثر، صار عندي خبرات أكثر، صار عندي تواصل أكثر مع المجتمع الخارجي. كلمة تطوعية حبت وجهنا للشباب اليوم وجيدة. أنا دائما أقول لهم التطوع هو عطاء بلا حدود، وكل واحد فينا مثل ما بديت حديثي أنهي أن كل حد فينا داخله بذرة خير. نعم. وبذرة عطاء. في ناس تنتظر حد ينعش هالبذرة ويسقيها، وفي. نعم. ناس بذرتهم ما شاء الله نامية. فأنا أقول حق الكل وأشد على يد الكل، طلعوا بذور الخير اللي موجودة فيكم، ساعدوا اللي يحتاجكم واللي ما يحتاجكم، اللي يطلب منكم واللي ما يطلب منكم، لأن في ناس تتعفف وما تطلب،
بس هي تكون محتاجة. نعم. والمساعدة ما نقصد فيها المساعدة المالية. نعم. ترى ممكن كلمة طيبة تأثر في حياة إنسان. نعم. فخلينا دائما نكون معطائين ودائما نكون إيجابيين ودائما بذرات الخير نبدأ فيها من أهلنا وننتهي بآخر إنسان إحنا ما نعرفه. نعم، الأقربون دائما أولى بالمعروف. وجيدة، مثل ما قلنا أن العمل التطوعي أنت قلتي عطاء بلا حدود. اليوم كلمة أخيرة حابة أن تتوجهينها من خلال قناة الريان وبرنامج الصباح رباح بالنسبة للتطوع. صراحة أنا يعني الشيء اللي أبي أقوله شكرا لكل متطوع استثمر طاقته وجهده ووقته في إنه يخدم نفسه ويخدم بلده ويخدم الآخرين. كل الشكر لوجيدة القحطاني، رائدة في العمل التطوعي. الحين نترككم مع بعض القرارات التي حدثت في مثل هذا اليوم ولا نعود. حدث في مثل هذا اليوم 13 من ديسمبر كانون الأول. في مثل هذا اليوم من عام 1577 أقلع السير فرانسيس دريك من ميناء بليموث الإنجليزي بادئا رحلته حول العالم، ويعد أول إنجليزي يبحر حول العالم، وكان قرصانا وقائدا عسكريا، وساعدت حروبه البحرية ضد الإسبان في أن تصبح إنجلترا قوة بحرية رئيسية. وفي مثله من عام 1642 وصل المستكشف الهولندي أبل تازمان إلى نيوزيلندا بعد أن اكتشف تازمانيا التي سميت نسبة إليه، وجزر تونغا وفيجي، وهو أول من أبحر حول أستراليا ويعد من أعظم الملاحين الهولنديين. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا الحين إلى فقرة التواصل الاجتماعي. سؤال اليوم: ما هي هوايتك المفضلة وكيف تنميها؟ خلونا نروح نشوف أول المشاركات. أنا أحب الكتابة. الكتابة بحر، عالم الواحد يقدر مثل ما نقول يبحر في مخيلته الواسعة عن طريق الكتابة. أنا أحب التصوير، جميل جدا، حلو التصوير. نشوف الهجن وينميها السبوق، جميل، هاي أيضا هواية من الهوايات فيها طابع مشترك بعد أيضا الهجن. نعم، الخط العربي ممارستها بشكل مستمر أيضا هواية جميلة، فن من الفنون. السفر وأنميها بالسفر الدائم، فكلما تتاح لي فرصة ولو يومان أنتهزها وأسافر لأقرب مكان للاستمتاع. فالسفر أكيد فوائد عظيمة. هوايتي العزف على الربابة، وأتمنى الظهور في قطر. أخوكم طاهر العويلي من العراق. حياك الله أخوي طارق. الرسم والخط، جميل، الرسم أيضا ينمي العقل خاصة من المخيلة الواسعة. لعب كرة السلة أمارسها باستمرار، جميل. البرمجيات، أخونا العزيز يحب الإلكترونيات. الكتابة والتحرير، تنميتها بالبحث والقراءة والاطلاع المستمر. طبعا كانت الاشتراكات في جميع التغريدات هي أتوقع الكتابة. جدا جميل أن يكون عندنا جمهور واعي بالهوايات المفضلة. خلونا نشوف الهاشتاغات، هاشتاغ الهواية، وخلونا نشوف أول التغريدات. الهواية انسجام رائع رغم ضغوط الحياة، مسكن للهموم وونس رائع رغم الضغوط اليومية، فما تفرزه من مؤثرات إيجابية يعطي إحساسا بالراحة رغم التعب والعناء والمشقة. يتبدل عنده إحساس التعب بالراحة وشعور التنفيس عن الضغوط. فالهواية تبعث على الاسترخاء وتجديد النشاط وكسر الروتين المألوف. أخونا سليمان طبعا أوجز في إجابة جدا ممنهجة عن الهواية. يقولون عند السفر ستكتشف الجديد، سترى الغرائب، ستتعلم وإلى آخره.
أنا أقول لك ابقى مكانك وابحث عن ما بجوارك وحدود منطقتك، وأعدك إذا أنت من أصحاب هذه الهواية ستجد ما لم ترى عينك ولا أذنك سمعت ولا عقلك استوعب. خذ كلامي، أكيد ترى اللي عندك استثنائي ولن تجده بسهولة في الخارج. دائما الكلام العميق أو المبطن من ناحية هاشتاق الهواية يقصد أخونا العزيز أن الإنسان يبتدي من الداخل وبعدين يبتدي ينتهي بالخارج. الهواية ونيس، ونيس عندما يغيب الونيس. الهواية أن تملأ فراغك بعمل بريء تحبه. الهواية خيال واسع وخصم. الهواية حافز للابتكار والإبداع. الهواية جزء مهم من تحقيق الذات. الهواية قد تكون طريقا للشهرة والمال. ابحثوا في عقول أبنائكم عن هواياتهم وشجعوهم على مزاولتها بالدعم المادي والمعنوي. شكرا أخوي محمد القاضي. تكلم عن الهواية من منطلقات عدة. الهواية ما تهواه النفس من ملكات يضعها الله في الإنسان، أو ممتلكات يضعها الله في الإنسان فيروح عن نفسه بها. الشغف ممارسة العمل المناط بك بكل ما فيك من قدرات وبإقبال وحب، والسعي الدائم لتخطي الصعاب فيه. جميل. الهواية، أنت تحتاج 5 هوايات: واحدة لإبقائك مبدعا، واحدة للحفاظ على لياقتك، واحدة لكسب المال، واحدة لتطوير طريقة تفكيرك، واحدة لبناء معرفتك. أتوقع عبد الله الجراح شكله مهندس فبالتالي خصص لنا 5 هوايات. الفرق بين الموهبة والهواية: الموهبة هبة من الله يمنحها للإنسان منذ مولده، ولكل إنسان موهبة تميزه عن الآخرين وتحتاج إلى اكتشاف ثم إلى تنمية وصقل. الهواية نشاط مكتسب تمارسه للترويح عن النفس. الجمع بينهم غالبا ينتج عنه شيء لا يخلو من الإبداع. نعم، الهواية نشاط مكتسب، ولكن لن تأتي إلا بحب هذه الهواية. جدا جميل. وكانت هذه آخر التغريدات. نجحت الموهوبات مريم طارق القطان وعائشة يوسف المهندي من مدرسة الخور الإعدادية الثانوية للبنات في تصميم جهاز تعقيم ذكي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية للقضاء على فيروس كورونا المستجد COVID-19، وقد حصدتا الميدالية الذهبية في مسابقة باحث بنسختها الرابعة، وأيضا حصلتا على المركز الثالث مكرر في مسابقة البحث العلمي. وللمزيد حول هذا الابتكار المميز يسرنا أن نستضيف مريم وعائشة. صبحكم الله بالخير وحياكم الله معنا في برنامج الصباح رباح. صباح الخير. طبعا احنا نشوف الأجهزة عندنا وخاصة الاختراع الرائع اللي أتوقع الجهاز التعقيم. شلون جاتكم الفكرة مريم؟ في البداية طبعا احنا كنا نواجه مشكلة اللي هي جائحة كورونا. نعم. فاحنا فكرنا بشيء يساعدنا على القضاء على هذه الجائحة. نعم. توجهنا لمعلمتنا أبلة مريم العرجاني. نعم. وقلنا لها ان احنا درسنا عن الطيف الكهرومغناطيسي وعن الأشعة فوق البنفسجية. طبعا هي وجهتنا حق الأشعة فوق البنفسجية. نعم. الأشعة فوق البنفسجية عقب ما احنا بحثنا لها 3 أنواع: A و B و C. A ضعيف لا يقتل فيروسات، B يقتل فيروسات وليس له ضرر على الإنسان. نعم. والسي يقتل فيروسات لكن له ضرر على الإنسان. إحنا خطتنا الأصلية إن إحنا كنا نبي نستعمل بي، لكن دورنا مو متوفر في الأسواق، دورنا كل مكان حتى برا دورنا ما لقينا، فاستبدلناه بسي. إحنا أخذنا بعين الاعتبار أنه مضر بصحة الإنسان، فعشان شي في الحالتين الجهاز أصلاً له نموذجين، واحد على يتحرك على محور إكس وواحد روبوت. نعم. لو استخدموه أصلاً في المستشفى بيتم الإخلاء للناس، والروبوت يتم التحكم فيه عن بعد لأنه مزود بكاميرا مراقبة. نعم. يتم إخلاء الناس أكثر شيء بالكثير 15 ثانية، ويتم التعقيم بنسبة 100%. ما شاء الله. إنزين عايشة، إحنا نشوف عندنا الجهاز وذكرتي إن الأشعة سي تكون أقوى نوع، صحيح؟ إحنا من وين نقدر نأخذها؟ مثلاً من الطبيعة، من تكرار الكهرباء؟ ذكرتي قوة الأشعة نفسها. إحنا سي من وين خذيتوها أنتو؟ يعني قصدك شنو شريناها؟ لا، مثلاً إذا سي مثلاً استمدتيها من كهرباء بطارية، لأن أنت قلتي أشعة. المصباح. من المصباح. وقوتها طبعا كم فولت على اساس انها اذا انتم اخليتوا الناس منها؟
هي قوية، هي أقوى من بي وأقوى من إيه. إحنا ما بحثنا عنها وايد لأن في النهاية إحنا كنا نبي بي أصلاً. نعم. بعدين إحنا نعرف إن سي أقوى لكن لها ضرر، لكن نعم. لها نفس القوة في نعم. القتل. نعم. لكن سي لها ضرر مسرطنة أصلاً. نعم. ليش اخترتوا هذا الجهاز بالذات؟ ليش اخترتوا في فترة أنتوا قلتوا إن في فترة الكورونا؟ عائشة نبتدي معك مريم. طبعا اخترنا هالجهاز لان اول شيء عندنا احنا كلنا نعرف ان الفيروس مكون من شيئين، ماده وراثيه وغلاف بروتيني. نعم. عندنا الاشعه فوق بنفسجي اللي هو المصباح يقضي على الغلاف البروتيني فيقتل. نعم. الفيروس. نعم. اخترنا هالجهاز عشان نقضي على جائحه كورونا في المستشفيات والممرات. نعم. أنا تقريبا تعتبر اكثر الاماكن الملوثه. نعم. اللي هي المستشفيات والمراكز الصحيه. جميل. بس هو في المستشفى يستعملون المعقمات الكيميائيه، هم يتم الطلب من العمال انهم يعيدون التنظيف اكثر من مره. نعم. لانه مو ب 100% يتم نسبه التعقيم. صحيح. طبعا اذا استخدمنا جهازنا راح توفر على الدوله الملايين، لان بس في مستشفى الخور يتم الانفاق مليونين سنويا على المعقمات الكيميائيه، وهي اصلا ضاره حتى حق مستخدمينها، ياثر على الجهاز التنفسي. فاحنا اذا استبدلناه بجهازنا راح يفيد الدوله وايد. نعم. مثل ما احنا نشوف الجهازين جدا يعني صغار، وذكرتي لي ان في وحده كاميرا مراقبه والثانيه اللي عندها عجلات. وهذه العجلات زين اخذيها مريم خلنا نشوفها الراوي مشاهدينا. طبعا هذه اشرحي لنا اول شيء على عندنا اول شيء هذه روبوت، هاي النموذج الثاني. نعم. يتحرك ويتم التحكم فيه عن بعد. نعم. عندنا المصباح يتحرك 360 درجه. نعم. وطبعا في كاميرا عشان يتم مراقبه ماذا يحدث عن بعد. نعم. أوكي. بس هو لما يحطونه في المستشفى طبعا بيكبرونه. نعم. والمصباح يعني تكلفته مقارنه بالمعقمات الكيميائيه وايد شوي، يعني هاي الصغير يمكن 700 ريال، قولي الكبير اللي بيستعمله حق المستشفى اكثر شيء 1500، وبس بيحتاجون انه يغيرون المصباح قولي يتم فتره طويله يعني سنه او شهور. جميل. شنو التحديات اللي واجهتكم عايشه خاصه في ابرز تحدي؟ مثل ما قلت ان احنا اصلا كنا نبي بي، فتحدي ان احنا كنا ندور بي في كل مكان لكن في النهايه استبدلنا بي سي. ثاني تحدي اللي هو تنظيم الوقت ما بين الدراسه وما بين البحث، طبعا بخصوص ان احنا بالثانوي. نعم. فصارت عندنا شويه مشاكل في ان احنا ننظم بين الشيئين ونعطي كل واحد حقه. نعم. الاهداف المرجوه خاصه ان انتم سعيتوا لها في اختراع هاي الجهازين. طبعا هدفنا كان الاساسي اللي هو قضاء على الفيروس. نعم. على فيروس كورونا. نعم. لكن حتى بعد الجائحه راح نستخدم هالاجهزه عشان نقضي على الفيروسات والبكتيريا، لانه هو يقتل على كل انواع الفيروسات والبكتيريا. هم اصلا يستعملونه الاشعه فوق البنفسجيه في تنظيف الادوات الجراحيه لكن ما يستعملونه في المستشفيات والاسطح، فاحنا سويناه روبوت يتحرك. جميل. يعني انه ينتقل في جميع الاماكن. اي. وباقل التكاليف. حق عندي المستشفيات اللي ما تبي تغير البنيه لها فيستخدمون لها الروبوت عشان ما تغير البنيه او شكل المكان، اما المستشفيات اللي تقدر انها تحط اللي على محور اكس يتم يعني فوق انه يمسح الغرفه فتقدر انها تحطه. يعني هذه ثابت يكون في الغرف. أي. اللي قابله للتجديد او مثلا للصيانه بعد ذلك. أي. نعم. لكن الروبوت اللي هو المتحرك الدائم، انا من وجهه نظري يعني اشوفها اليوم ان الروبوت جدا بيكون مفيد وفي نفس الوقت قليل التكاليف. صح. جميل. الدعم اللي لقيتوه من المدرسة خاصة من مدرسة الخور الإعدادية. طبعا الدعم الرئيسي لنا كانت مديرة مدرسة الخور بدرية المسند، كانت دائما تعطينا النصايح والدعم المعنوي بعد إتمام المرحلة الأولى، وهي أصلا اللي حفزتنا وشجعتنا أن احنا نطوره ونخليه روبوت مزود بكاميرا مراقبة. نعم. في المسابقة شاركتوا كباحث وحصلتوا على الميدالية الذهبية، كلمونا عن المشاعر، شلون كانت مشاعركم بك اللحظة؟ كلمينا عايشة. شعور لا يوصف، يعني طبعا شعور إنجاز خصوصا يعني بعد كل الجهد اللي احنا حطيناه في البحث، وتوقعنا الفوز صراحة لأن نعرف احنا نؤمن بأهمية جهازنا في استخدامه في المستشفيات والمراكز الصحية خصوصا ان الحين في جائحة كورونا. نعم. يعني نحتاجه. لو انتم مو واثقين ان انتم راح تفوزون كان ما فزتوا، لان جدا كان في وقته، يعني حتى الاختراع جاء في وقته، خاصه في يعني انتم مثل ما احنا عارفين ان اللي منتشر كتعقيم احنا اللي نعرفه ان الاشعه الفوق البنفسجيه والمعقمات اللي تكون على شكل سائل، صح ولا لا؟ صح. او المواد التنظيف العامه. عائشه شنو هو؟ مريم. انا دائما اغلط بينك وبين عائشه. شلون واجهتي هاي كلمينا عن مشاعرك؟
طبعا شعور بالفخر والإنجاز، لأن احنا صدق بذلنا كل جهدنا وحاولنا ان احنا نسوي كثر ما نقدر عشان نطلع جهازنا بأحسن صورة وعشان نفيد الدولة. نعم، كلمة أخيرة حابين أتواجهونها من خلال برنامج الصباح ربح. نتمنى احنا حفزنا وشجعنا شباب قطر بالدخول في مجال الابتكار والبحث. نعم. طبعا قطر تستحق الأفضل دائما، ونشكر كل من ساعدنا وشجعنا. يعني إن شاء الله نقول أن مريم وعايشة بعد عندهم جهاز ثاني يخترعونه، أو في صدد أن تخترعون جهاز ثاني يخدم بلادكم. إن شاء الله. دائما احنا شو نقول، ان قطر تستحق الافضل من ابنائها. صحيح. صح. كل الشكر لكم مريم طارق القطان وعائشه يوسف المهندي، طالبتان وموهوبتان ايضا من مدرسه الخور الاعداديه الثانويه للبنات. كل الشكر لكم. وصلنا الحين معاكم لنهايه حلقتنا لليوم. نشكركم على طيب المتابعه وتفاعلكم مع سؤال حلقتنا. وسؤال حلقه بكره راح يكون: ما هي اجمل صوره قمت بالتقاطها وتركت اثرا في ذاكرتك؟ نشوفكم بكره على خير في مواضيع وفقرات متنوعه من برنامجكم الصباح رباح. لذلك الوقت كونوا في امان الله.